نارين بيوتي تكشف الأسرار المخفية عن أغنية شقيقتها شيرين بيوتي، شاهدوا المزيد من التفاصيل. خبرنا لليوم هو عن عائلة البيوتي، حيث نشرت مؤخرا نارين ستورية تحدثت فيها عن تجربة شيرين بيوتي في أول أغنية لها. وصرحت نارين أن شيرين لم تكن تريد الدخول إلى مجال الغناء لأنها كانت خائفة ومترددة من ردة فعل المتابعين عليها، وحاولت التهرب من هذه التجربة، لكن نارين أقنعتها ودعمتها بهذه الخطوة. وأيضا شيرين بيوتي كانت تريد اعتماد طريقة الأجانب في الفيديو كليب، حيث كانت تريد الاعتماد فقط على رقصها في الأغنية. ويذكر أن أغنية شيرين الأولى واجهت العديد من الانتقادات. الأولى كانت باتهام شيرين بسرقة لحن أغنية بلاك بينك، والثانية هي أن المتابعين صرحوا أن شيرين بيوتي غير مؤهلة للغناء بعد، ولكن البعض أعجب بأسلوب شيرين بيوتي كتجربة أولى لها. وأيضا الكل أشاد بموهبة شيرين بيوتي بالرقص. أعطوني رأيكم أنتم بخصوص هذه الأغنية. أوكي جايز، سو صار فيني احكي معكم اليوم. كان يوم جدا طويل، جديد صاحي، لا صاحي كتير بكير، واضطريت من كتر من التعب والشغلات اللي عملناها اليوم اني نام هيك يمكن ساعة ونص بالسيارة. على كل حال بدي اقول شكرا 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 على كل الدعم اللي قدمتوه وفرجيتوه لاختي شيرين على اول غنية بتنشرها. ما بتتخيلوا قدي شيرين عم تأجل بالموضوع، ما بتتخيلوا قدي رفضت انها تصور فيديو كليب، تعمل اني اي شيء. كانت الشيء جديد كتير عليها، ما عارفة كيف حتكون رد فعل الناس عليه. حتى لما نشرنا الغنية ما ردت تقرأ الكومنتات، حفرجيكم، ما بدت تقرأ الكومنتات لبين ما نحن قرينا الكومنتات وقلنا لشيرين الناس كتير حبت اللي عملتي. ما بتخيلوا قديش اشتغلت على الموضوع، الرقص أخذ منا كتير وقت، إن ندرب صوتها أخذ منا كتير وقت. هلا طبعا أول غنية إلها هي ما عارفة شو عم بيصير، بس أكيد بالأغاني الجاي أكيد بالأغاني الجاي حتثبت حالها أكتر. وحقلكم نقطة، شيرين ما بتحب تعمل فيديو كليب أو غنية وتحرك شفايفة وتغني على الكاميرا. هي كان بدها كيف الأجانب بيعملوا غنية والفيديو كامل بمجرد فيديو رقص مع جروب. سو هاي كانت الفكرة، أنه هي بس تعمل فيديو رقص مع الجروب وما تعمل ليبسينج. بس بعدين قبل ما نخلص تصوير صورنا الفيديو كليب كلاته بثلاث ساعات، ما كان معنا وقت. قبل ما نخلص قلنا لشيرين بليز، لانه ضلت عم يرقص ساعتين ونص، قلنا لشيرين بليز بس اعملي مقطعين اللي هو تبع النفق واللي هو على التليفون، بس اعمليهم مره وممكن نستخدمهم ممكن لا. سو جربناهم على قد، طلعوا كتير حلوين وهي كتير حبت. اهم شيء انتم تكونوا حابين اللي صار، كتير مبسوطه بردت فعلكم. ان شاء الله في شغلات اعظم حتجي مع الوقت، حتعرفوا كل شيء. وبدي اقول الحمد لله كتير مبسوطه فيكم. لون على الدي امز كم ساعة طولتوا بالتصوير؟ نحنا كنا موجودين اون ست الساعة 7 الصبح، لازم نخلص الساعة 3. نحنا من 7 هنيك موجودين 7 الصبح، بلشنا التصوير على 11:30 وخلصنا التصوير تعلمنا انه لازم يكون معنا وقت اكتر ولازم نبلش بكير. بس صارت كذا مصيبة هذاك اليوم، حتعرفوا كل شيء فيديو خلف الكواليس على قناة شيرين بعد كم يوم حينزل. وتعبت، باي. وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا كتير لدعمكم ومحبتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، حطوا لي لايك. حلمتلكم، بشوفكم في الفيديو الجاي.